مرحبا بكم في الجزء الثاني لمتابعة أين اختفت كنوز سيدنا سليمان. عندما نتحدث عن ملك بهذا الاتساع وكنوز بهذا الحجم والضخامة، لابد أن تترك أثرا ولو بسيطا على وجودها. من المؤكد أنك قد سمعت عن اكتشاف حضارات البابليين والآشوريين والفراعنة والصينيين واليونانيين القدماء، لكن لم تسمع من قبل عن اكتشاف آثار لمملكة النبي سليمان. وهذه فرضيات، إلى أين اختفت هذه الكنوز؟ الفرضية الأولى، صاحب هذه الفرضية هو الكاتب الإنجليزي هنري هاجر، وكتبها عام 1886، وذكر أن كنوز النبي سليمان نقلت إلى قارة إفريقيا بعد موته تحديداً في كهوف دول وسط أفريقيا، وأنها مخبأة في كهوف ومناجم لم تكتشف حتى الآن. الفرضية الثانية، هذه الفرضية أغلب داعميها هم من اليهود وخاصة علماؤهم، إذ يزعمون ويجزمون أن كنوز النبي سليمان موجودة أسفل المسجد الأقصى وضواحيه، وقد تكون موجودة داخل هيكل سليمان الذي يزعم اليهود أنه موجود أسفل المسجد الأقصى. ومنذ قيام الدولة الصهيونية والإسرائيليون يسعون بإخلاص للكشف عن مكانها إدراكا منهم لقيمتها بعملة اليوم. الفرضية الثالثة، خرج بهذه الفرضية عالم آثار روسي يدعى فيلكوفسكي، وذكرها في كتاب أوديب وأخناتون، ويقول فيها أن كنوز سليمان تم إخراجها من فلسطين إلى مصر بواسطة إحدى فراعنة مصر ويدعى شيشق، بعد أن غزا فلسطين بعد وفاة نبي الله سليمان. فطبقا لما جاء في التوراة وتم تحريفه، أن سيدنا سليمان عصر حضارة الفرعونية، وموجود أيضا في التوراة أنه تزوج من ابنة أحد الفراعنة. فحسب فرضية فيليكوفسكي أن كنوز النبي سليمان موجودة في مصر، لكنه لم يذكر أين مخبأة تحديدا. الفرضية الرابعة، هذه الفرضية خرج بها فريق آثار كندي بقيادة الدكتور تشارلز فيبيك. اكتشف الدكتور فيبيك حتى اليوم 200 منجم قديم في صحراء اليمن، ويعتقد أن كنوز الملك سليمان أتت من تلك المناجم، لأن تاريخها وطريقة تعدينها يعودان إلى الحقبة التي حكم فيها، وهو يرى أنها بقيت مكانها بعد وفاته، بمعنى أن كنوز النبي سليمان موجودة في مناجم في اليمن وهي على نفس حالها. الغريب أن الدكتور فيبيك اكتشف أماكن المناجم، ولكن الشيء الغريب أنه لم يذهب ويتطلع إلى ما تحتويه حتى الآن ويتأكد هل الكنوز موجودة أم لا. الفرضية الخامسة، هذه الفرضية لاقت قبول عند أغلب علماء الآثار، وتقول هذه الفرضية أن كنوز النبي سليمان تم اقتصامها وتوزيعها وبيعها على مر العصور، وأن ملوك العالم القديم كانوا يمتلكون جزءاً من كنوز النبي سليمان، وتم تناقلها على مر العصور ما بين الملوك والأثرياء، وقد تكون بعض الكنوز موجودة حتى الآن عند بعض أثرياء العالم، لكنهم لم يصرحوا بوجودها لديهم حتى لا يتم مصادرتها أو يتعرضون لضغوط خارجية من أجل إرجاعها أو عرضها في أحد المتاحف. هناك بعض النظريات الأخرى، مثل أن الجن
أخفت الكنوز، وأن الكنوز تم إلقاؤها في البحار، والعديد مثل هذه النظريات الأخرى التي قد تكون غير منطقية. وجميع هذه النظريات السابقة لأصحاب ليسوا مسلمين، ولا يوجد عالم مسلم استنتج عن مكان كنوز سليمان، لأن ببساطة لا يوجد في القرآن أو السنة أي آية أو حديث عن مكان كنوز سيدنا سليمان. سيدنا سليمان عندما دعا ربه طلبه أن يكون ملكه أعظم ملك في التاريخ، وأن لا يكون هناك ملك مثله على الإطلاق. وجميع ما وهبه الله لسيدنا سليمان هو له فقط وليس لأحد بعده. وقد يكون هذا السبب بأنه لا يوجد أي أثر لكنوز سيدنا سليمان، كونها خاصة به أفرضها الله له وحده، وهو الذي وهبه هي، وهو الذي تكفل بإخفائها عن العالمين إلى وقت معلوم أو حتى قيام الساعة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من المواضيع الشيقة.